السلام عليكم. تاريخ في المعجم البريطاني على حسب كلمة هيستوري، واللي هي كلمة مشتقة من كلمة إغريقية هيستوريا، كيعني تعلم. وحنا في هذه القناة كنركزوا دائما على العودة للتاريخ كأداة من الأدوات الهامة باش نفهموا الحاضر ونضربوا طليلة على المستقبل. أخذ دروس من التاريخ، سنة القادة والمصلحين والداعي للتغيير على هذه الأرض. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، أي أنه أي إنسان ناجح ما خاصش يعود نفس الخطأ جوج المرات، خاص يستفد من التجارب اللي داز عليه. هاد التجارب اللي كتولي بطبيعة الحال تاريخ. حنا كمغاربة عندنا تاريخ طويل وعريض، خاصنا نحيدو عليه الغبرة ونجبدوه، نخرجوا منه بخلاصات نفهموها نحلوا بها المشاكل الحالية والمستقبلية. شحال من واحد غادي يقول وعلاش ما نخدموش التفكير والتطور اللي وصلنا ليه بلا ما نرجعوا للتاريخ؟ ببساطة الشركات الكبيرة كان بإمكانها تقلب على موظفين نوابغ وأذكياء بخلصة قليلة، بلاص ما تجيب أصحاب الخبرة يعني التاريخ بمرتبات خيالية. ونفس الشيء تيطرى كرة القدم، المدرب اللي عنده الخبرة راه لا يقارن بمدرب واخا يكون نابغة يلا تفرج. وأول حاجة تيدير الغرب اللي اكتشف السلاح ديال التاريخ ملي تيدخل لشي دولة هو أنه تيخويها من التاريخ ديالها، تيدي ليها كاع الكتوبة كاع داكشي اللي عندها. وهادشي داروه في مصر، داروه في العراق، وداروه حتى في المغرب. في الحلقة ديال اليوم غادي نعاود لكم على واحد الشخصية مغربية جرها طوفان الانفصال وجرت معاها أمة ديال البشر ليها. تبعوا معايا. بعد الهزيمة ديال عبد الكريم الخطابي في 1925، بان المغاربة القاريين أن العمل السياسي هو الأداة الكفيلة باش يواجهوا بها المستعمر. هذا المستعمر اللي بدأ يحاول يطمس في الهوية المغربية ويزرع بذور التفرقة باش تنبت ليه زوج كتال، عرب وبربر، يتحاربوا بيناتهم ويجلسوا هما يتفرجوا ويحركوا الخيوطة من بعيد. كان الظاهر البربري ديال 1934 أول محاولة فعلية، واللي بسببه شافت هذه النخبة السياسية بأنه ضروري من تنظيم سياسي أكثر فاعلية باش يواجهوا بها هذا الظاهر ويواجهوا معاه حتى فرنسا. هنا بدأ كيبان التنظيم السري، واللي كان هيئة كتلة العمل الوطني، واللي بدأ تخرج في برامج إصلاحية كاع الميادين اجتماعية اقتصادية وحتى السياسية. هذا التنظيم السري كان خاصو أدوات باش ينجح ويبلغ البرامج ديالو للشعب في كاع أنحاء المغرب اللي قسمته القوى الاستعمارية لخمسة ديال المناطق: طنجة، الشمال، الوسط، الصحراء، وموريتانيا. باش يوصل هذا البرنامج بداو تعتمدوا على الزوايا وداروا واحد اللجنة سموها بلجنة المسافر. هاد الكتلة كانت في الأول محصورة غير في كازار الرباط، فلا، فاس وقنيطرة. بدات كتظهر بيناتها خلافات خلقتها لهم فرنسا. مي بعد ما تغير الحكم في فرنسا وبوادر الحرب العالمية الثانية اللي لهاتها وخدت ليها كاع وقتها، بدات كتخرج هاد التنظيمات السرية للعلن، وبدات كتوسع في القواعد ديالها في باقي المدن المغربية. هاد الكتلة كان خاصها زعيم، واللي كان في داك الوقت إجماع باش تكون الزعامة الحسن الوزاني. مي علال الفاسي غادي يخليه حتى يكون في واحد المهمة في فرنسا، وغادي يجمع الكتلة بلا بيه في 1936 وغياخد الزعامة. هاد الموقف غادي تستغلو فرنسا وغادي تبدا تسخن في بنادر الخلافات. حسن الوزاني ما غاداش تصرط ليه كيفاش علال الفاسي غياخد الزعامة ويحطو هو أمين عام عليها، وغادي ينسحب منها وغايدير تنظيم خاص به سماه الحركة الوطنية المغربية. وبسبب النشاط السياسي الجديد ديال الحزب ديالو غادي يشدوه في الحبس وغادي ينفيوه للصحراء. من بعد غادخل فرنسا وفرانكو في شيطنة هاد التنظيمات، وغادي تبدا تخلق تنظيمات موالية لها في كل بلاصة، وكل واحد تيلغي بلغاه، تاخد المغرب الاستقلال. وبدات عاوتاني الصراعات على السلطة، كلشي باغي يدوق من الحلوة ديالها. وهنا غادي نفتح واحد القوس باش تفهموا ديك القضية ديال الحماية. كان المغرب عامر بالسبوعة المقاومين،
كل واحد تيقود المقاومة ديالو في شي منطقة صغيرة. هاد المقاومين بحال عبد الكريم الخطابي ولا محمد الزياني ولا عبد السلام ولا إيحة طويلة، كلهم الله يرحمهم كانوا زعماء قبائل مسؤولين على قبيلة. رغم كاع البطولات والانتصارات ديالهم كاملة سالت بالاستسلام. والمقارنة بين السلطان والزعماء ديال المقاومة في اتخاذ القرارات ديال المقاومة راه لا تجوز منطقيا. هذوك الزعماء كانوا مسؤولين على منطقة صغيرة وعلى قبيلة العدد ديالها محدود، أما السلطان فراه كان مسؤول على كل شيء بما فيهم هذوك الزعماء وهذيك القبائل، ومسؤول على أمة على قدها، ومسؤول على عرش خاصو يتحافظ عليه باش تبقى الوحدة ديال المغرب متماسكة. حيث القوى الاستعمارية راه كانت دايرة البلان باش يتقسم المغرب لخمسة ديال المناطق، قلنا طنجة بحال داكشي ديال ليكسمبورغ والوسط والشمال والصحراء وموريتانيا. وهذا السلطان اصلا راه كان مغربي ماشي كبحال الدايل الحسين العثماني اللي كان تيحكم الجزائر، ولا الالباني فاروق ملك مصر اللي بالزربه خواو الخزنه وهما اول وحدين هربوا في اول فرصه. اما السلطان المغرب راه ما كان عنده فين يهرب، كان خاص يجنب الشعب ديالو مجزره كانت غديرها فرنسا بسبب التفوق التقني والعسكري اللي وصل الفرق لسنوات ضوئيه في ذاك الوقت. السلاطين لا عبد العزيز ولا عبد الحفيظ راه غير مسؤولين على المشاكل اللي لقاوها في البلاد، هذيك المشاكل راه ورثوها والعطب راه كان قديم. والسلطان عبد العزيز كان ضحيه واحد الصراع اللي كان بين آل بوحماد وآل جمعي، وتفرض عليه الحكم وهو صغير، ومن يكبر وبغى يدخل الحداثة للبلاد لقى معارضة من أعضاء المخزن وعزلوه في القصر، ومنعوا بزاف ديال المصنوعات اللي بدات كتبان في العالم باش تدخل للبلاد، حيت كانوا بزاف ديال التجار مغاربة محتكرين السوق، وإلا دخلت هذيك المصنوعات ما غادي يبيعوا ما غادي يشريوا، وبداو تنشروا الإشاعات عليه بأنه مشغول مفتون باللعب. وهذا الشيء جاء على القانة ديال الفرنسيين اللي كانوا بغاو يتخلصوا من جهاز المخزن كامل، وبداو تيروجوا لهاد الإشاعات بطرق خبيثة وسط شعب أمي. هادشي اللي خلى خوه عبد الحفيظ تحت ضغط الفقهاء يدخل وينقذ البلاد من مكر القوى الاستعمارية، لكن ما قدرش عليهم. وبعد ما تشاور مع المثقفين المغاربة اللي كان تعرف في ذاك الوقت واللي كانوا بعاد على السياسة، وبعد الأصدقاء ديالو الأوروبيين شاروا عليه بدفع الضرر الكبير بضرر أخف منه. القوى الاستعمارية أعطاوه ثلاثة ديال الاختيارات، وغير على سبيل المقارنة ولاية الجزائر العثمانية ما أعطاوهم حتى خيار، قالوا الحسين داي العثماني استسلام غير مشروط، خوي البلاد وهز اللي بغيتي والله يسهل عليك، وداكشي اللي داروا. أما المغرب احترموا التاريخ ديالها وعرفوه بأن داكشي ما غاديش يكون سهل، داكشي علاش أعطاوه ثلاثة ديال الخيارات. فهو قالوا ليه خوي البلاد وهز داكشي اللي بغيتي، ثانيا الى قاومتي وعلنتي الحرب راه غادي يكون احتلال غادي ندمروا فيه البلاد والعباد، دابا في نظرك انت مسؤول على دارك، عندك ولادك وبناتك وتحتي في هذا الموقف، شنو غادي تقدر دير؟ خليك تفكر. الجزائر طبقوا عليها الاحتلال ديريكت، الغاو المدارس القرانيه، وتيبان هذا الشيء دابا حاليا داكشي اللي داروا في عدد مثلا الى جبتي غير عدد المساجد اللي في المغرب اللي تيفوتوا 61,000 بالمقارنه بقل من 18,000 في الجزائر، غادي يبان الفرق، وغادي يبان كيفاش هادوك الناس راه بعدوا على الدين بزاف، وخلى بزاف منهم تيطيحوا فريسه للشيوعيه الملحده، سبان الرب عندهم كبحال لا تيشربوا الماء، كيفاش بغيتي ربي يسهل عليهم؟ راه الاستعمار الفرنسي هو اللي ردهم هكذا كما كان غير ردنا حتى حنا، كون طبقوا علينا الاحتلال ماشي الحمايه، حيت في الاستعمار كتلغى المحاكم وكيتلغى كل شيء وكتولي محاكم عسكريه وتيكون تسير مباشر من المستعمر، يعني الا مشيتي لشي اداره ولا مشيتي شي مصلحه تقضي شي غرض غتلقى موظف فرنسي. اما في الحمايه اللي تسنات في المغرب فالمغرب بقى محافظ على جهاز المخزن هو اللي تيسير الامور اليوميه ديال المواطن المغربي، وهذا الشيء اللي خلى المحاكم والمدارس والادارات المغربيه خلاوها ما تقاش وتبقى محافظه على الهويه والاستمراريه ديالها،
وغير كمثال تتشوفوه في الأعداد ديال حفظات القرآن بالمقارنة بهاد الدول كاع اللي كاينة مثلا لا في شمال إفريقيا ولا حتى في الشرق الأوسط. الحمد لله أن المغرب كان دولة قائمة، المخزن عنده خبرة والملك معاهم ماشي بوحده. أما في الحقيقة كون راه مشينا للهوية، ونعطيكم مثلا شنو كان غادي يطرى كون خدا علال الفاسي الحكم، واللي كان توجه ديالو ربط المغرب بالقومية العربية بحال عبد الناصر. وهذا المشروع فشل بالزربة في 1967، وهو اللي كان السبب في اتفاقية الاستسلام بعدما خسر عبد الناصر الحرب مع إسرائيل، والاتفاقية كانت هي اتفاقية كامب ديفيد. أما مشروع بن بركة والفقيه البصري، واللي هو مشروع الحزب الواحد والاقتصاد الاشتراكي والارتماء في أحضان الاتحاد السوفيتي، تماما كنا غادي نكونوا كبحال الجزائر. وهذا المشروع حتى هو فشل في 1989 من طاح جدار برلين. راه كون ما كانش اختيارات الحسن الثاني موفقة، كل المصير ديالنا بحال الدول المنهارة اللي كتشوفوها دابا. نشوفوا دابا مسألة موريتانيا، اللي قبل من التاريخ المكتوب يعني أكثر من 2000 سنة، وحنا شعب واحد ما تفرقنا حتى الستينات بسبب طيبوبة محمد الخامس والرجولة ديال المغاربة اللي كانوا تعاونوا الجزائر باش تستقل. هذه المساعدة خلت فرنسا تحقد على المغرب، وكانت يقام منحات موريتانيا للاستقلال. وإلا كان شي نفور ولا تقصير فغادي يكون غير من جهة قادة موريتانيا اللي نقضوا البيعة. حنا ملي تنقولوا الحدود التاريخية راه ماشي فكر توسعي، حنا بغينا نرجعوا غير الشعب ديالنا لا اللي في الصحراء الشرقية ولا اللي في شنقيط، وهذا الشيء غادي يتحقق في المستقبل، حيت الجزائر المصير ديالها معروف واللي غادي يكون مشابه للمصير السوري اللي رجعت تركيا جزء من الأراضي اللي كانت كتعتبرها ديالها. أما موريتانيا فراه ما غاديش تقدر تزطط راسها بوحدها، خصوصا بعد ما اكتشفوا بانها ناعسة على احتياطي كبير ديال الغاز. للاشاره الارض المغربيه راه هي اغنى ارض في المنطقه، حيث الفوسفات ما تيكون حتى تيكون عندك البترول والغاز والذهب والمعادن النفيسه. هذا الشيء اللي كنت جبدناه علينا نحل، واللي الشعب ما عنده لا حرفه ما تيعرف لا يزرع لا يبني دارو لراسو، تماما كبحال اللي طرا للجزائريين. المهم بعد الاستقلال واختيارات الحسن الثاني كان اللي ما عجبهمش هاد التوجه، واعتبروا كاع النظام رجعي وخاص يتحيد. وهادو كانوا اليساريين الاشتراكيين الشيوعيين، واللي كانوا من بينهم طلبة الصحراويين، الصحراء اللي كانت محتله في ديك الوقت من اسبانيا. هاد الطلبه كانوا تيحلموا وتيامنوا بالحركه الماركسيه اللينينيه، كانوا تيخططوا يديروا بؤره توتر في الصحراء باش ننتقل للشمال بحال سيرا ماسترا الكوبيه. هاد الفكرة ديال بؤرة التوتر غادي يبدا التفكير فيها في مؤتمر 15 ديال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، واللي غادي يطلع منه تيار الجدري اللي غادي يقود المنظمة الطلابية واللي كانت قوية في هذاك الوقت. داروا هاد البلان وهما مخبيين في دعم القضية الفلسطينية. كان في هذيك الجلسة ضيف هاد الحلقة واللي هو الوالي مصطفى السيد. دابا غنرجعوا شوية اللور. كازا هو القدام تعقلوا على واحد العرصة سميتها عرصة توزاني، كانت بقعة أرضية ولات دابا تجمع سكاني في طريق مديونة، كتفصل بين عين الشق على سباتة وبنمسيك على الطريق الرئيسية 7 اللي كتدي لمراكش. هاد الأرض اللي كانت خلا في عهد الحماية كانت تابعة للأملاك المخزنية، واللي كانت عبارة على العشرات ديال الكتارات كتوصل حتى الأرض بطراحة. مولاها هو محمد توزاني الطنجاوي، قرا في طنجة في ثانوية رينيو، ولا في الاخر ترجمان في عهد الجنرال داماد. هذا الشيء فاش كان طنجة تحت الحماية الدولية. من بعد غادي هاجر الكازا اللي عطاه مهمة في لجنة تنظيم الموانئ، واللي كانوا تخدموا فيها غير الموالين للاستعمار والإقامة الفرنسية. توزاني غادي يطلق عروقه في المرسى حتى غادي يبقاو يسميوه ملك المرسى أو ديكتاتور المرسى. هاد توزاني غادي يلقى الغفلة وغادي يبقى يشري في الأراضي، ومن بين الأراضي اللي شرى واحد الأرض كبيرة أكثر من 10 ديال القطارات غادي يدير فيها دارو، هي دار توزاني، أير داك بحال شي قصر من قصور الملوك. واحد النهار فرنسا غادي توصل لي الخبر باللي واحد الخلية ديال المقاومة حطات سميتو في لا ليست ديال المطلوبين ريوسهم، وهو يجمع حوايجو في 1954 ويهرب لفرنسا مع بزاف ديال الخوانة اللي كانوا كيتعاملوا مع الاستعمار قبل ما يرجع السلطان محمد الخامس. وفي 1958 غادي يخرج حكم بمصادرة الأملاك ديالو، وحزب الاستقلال غادي يبغي يدير شرع يدو ويدخل الدار ويضمها للأملاك ديالو، ساعة المخزن غادي يردها خيرية.
فهذاك الوقت جيش التحرير كان يتحارب في الصحراء ضد الاستعمار الإسباني، واللي هاد الحرب خلفات شهداء، وهذوك الشهداء بطبيعة الحال كانوا عندهم ولاد صغار. وهذا الشيء اللي خلى الفقيه البصري وقيادة حزب الاستقلال يجيبوا 133 دري من أبناء هذوك المجاهدين ديال القبائل اللي دافعوا للصحراء وما كانوش كاملين من أصول صحراوية، صابوا لهم عرصة وسموها عرصة دار توزاني في هذيك الأرض. وفي واحد النهار في خريف 1957 غادي يقفوا واحد جوج كيران جاو من الصحراء، غادي يهبطوا منها أطفال صحراويين مساكن ما عارفينش فين حطهم الكار والقدار، تحسبهم هذيك العرصة مدرسة داخلية، مي مع الأيام غادي يعرفوا بأن هذيك الدار الواسعة خيرية. ومن بين هذوك الأطفال اللي حطهم الكار كان دري طويل وضعيف سميتو مصطفى الوالي. بعد 3 أيام رجال السلطة غادي يدخلوهم لمدرسة سيدي محمد بن يوسف بلا ما يكون عند الأغلبية منهم وثائق تسمح لهم بالتسجيل، وخا فات الأجل ديال الالتحاق بالمدرسة حيث الموقف كان استثنائي. من بعد غادي يختاروا مجموعة من هذوك الأطفال غادي يمشيوا للرباط فين غادي يستقبلهم محمد الخامس، وكان مصطفى الوالي من بيناتهم وبس ليه يديه. دار توزاني غادي يدير برنامج صارم لهذوك الدراري فيه القراية والترفيه، الحمام نهار الجمعة والسينما نهار السبت تتفرجوا فيها في الرسوم المتحركة، وحيت مول السينما اللي في شارع الفيدة كان من رجال المقاومة كانت يخليهم يدخلوا فابور. ونهار الحد كانوا تيدوروا ولا تيمشيو فين ما بغاو، يدوروا في كازا اللي كانت بالنسبة ليهم حلم جابتهم الظروف والكار ليها. كانوا كثار حتى ولاو تيتعرفوا في كازا بمجموعة شنقيط، فين ما مشيتي كنتي كتلقى شي واحد فيهم حدا الحلقة في السينما في النوادي الرياضية. بوحدو مصطفى الوالي كان تيلعب كرة السلة حيت كان طويل. من بعد ما غادي ينجحوا في الابتدائي غادي ينتقلوا للثانوية، كانت شوية بعيدة، هي ثانوية محمد الخامس في شارع 2 مارس، وكان اللي مشى فيهم للرباط يقرا في ثانوية الليمون. من بين هذوك الأطفال كان سفير بوزبال في الجزائر عبد القادر طالب، اللي في أحداث الكركرات كان كل نهار تطلع لنا في الإعلام الجزائري وكيطالب بالعمل المسلح ضد البلاد اللي رباته وقراته. من بينهم كان محمد الشيخ بيد الله اللي ولا طبيب وأمين عام ديال الأصالة والمعاصرة. من بين هذوك الأطفال كان المحفوظ علي بيا اللي ولا من قيادي الجبهة تيجلس في طاولات المفاوضات مع أصدقاء الطفولة اللي اختاروا الوحدة. من بين هذوك الأطفال كان حمد ولد سويلم اللي ولا مستشار عبد العزيز، وهو توا من المؤسسين واللي رجع للمغرب وقدم البيعة للملك. كان احتماء العينين اللي ولا رئيس إذاعة بوزبال قبل ما يهرب ويرجع لأرض الوطن. وبطبيعة الحال كان مصطفى الوالي اللي غادي يدخل لجامعة محمد الخامس، وتما غادي يتشبع بالأفكار الشيوعية وغادي تولي التوراة هي المحور ديال الحياة ديالو، تقدس شي كيفارا تقديس الأنبياء. دار توزاني كان فيها واحد المدير سميتو المعطي، استغل السلطة ديالو وهرف على جزء كبير من هذيك الدار الكبيرة والممتلكات ديالها، وبدات يخدم الطوموبيل الوحيده واللي كانت مخصصه لنقل الاطفال للمدارس اللي كانت حدا كريان سيدي عثمان الاغراض ديالو الخاصه، حتى عرف عليها حتى هي في الاخر. من بعد زاد خدا احسن جناح في الدار وردو المسكن ديالو وزاد ليه تلبيسين، حتى ولات اكثر من نص الدار ممنوعه على هذوك الدراري تيدير فيها السهرات الملاح هو وصحابو، حتى صاروا عليه وضربوه حتى سخف. مي قبل هاد الهجوم على المشرف العام ديال دار توزاني، هادوك الدراري غادي ينظموا اول تظاهره في تاريخ عماله الدار البيضاء. تظاهروا تينددوا بسبب زياره وزير خارجيه فرانكو للمغرب، وبسبب هاد الاحتجاجات المخزن غادي يشد اللي لقى وغادي يديهم الرباط وغادي يزيرهم في البنيقه كما كانت يزير كل شيء. السلطات غادي تنتبه بلي هادوك الشباب اللي مجموعين كاملين في دار توزاني خطر ومشروع ثورة، وهما يفرقوهم وشتتوهم على التنويات بين كازا والرباط ومدن وحدة أخرى. في الحقيقة دار توزاني هي النواة الأولى ديال البوليزاريو. مصطفى الوالي ما كانش عنده توجهات انفصالية، وكان تيقول الصحراء قبل فلسطين في ذاك الوقت، تيقول هاد الشيء في المذكرات السياسية اللي كانت يصيفتها لحزب الاتحاد الاشتراكي، وكان تلاقى مع بزاف ديال زعماء المعارضة بحال عباس الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد وعلي عتا والفقيه البصري. هذا الفقيه البصري اللي قال على الوالي تنشوف فيه روح القتالية والمبادرة وتحمل المسؤولية. في 1973 30 طالب مغربي من الأقاليم الصحراوية غادي يديروا أول مؤتمر ديالهم في الزويرات،
في موريتانيا. غادي ينتخبوا إبراهيم غالي أمين عام لجبهة البوليزاريو واللي تولدات في هذاك النهار. كان هدف هذه الجبهة ومؤسس ديالها مصطفى الوالي هو طرد المستعمر الإسباني، ماشي تكوين دولة مستقلة في الصحراء. وكان سميتها البوليزاريو واللي تتعني تحرير واد الذهب والساقية الحمراء، ما كانت شي حاجة سميتها الصحراء. ما بداو تيقولوا تكوين دولة مستقلة حتى 1976 بعد ما دخلوا على الخط نظام بوخروبة والقدافي، ومعهم القوى الإقليمية اللي ولات البوليزاريو لعبة في يديهم القرار ماشي في يد الوالي وصحابه. القدافي اللي كان دار واحد الزيارة لموريتانيا في 1972 يعني عام من قبل، ولقى واحد الخطاب في نواكشوط وقال على أن إسبانيا خاصة تنسحب من الصحراء، وعلن على أنه تدعم النضال ضد الاستعمار الإسباني. وهو اعتبر ظهور جبهة البوليزاريو في هذاك الوقت بالذات تلبية للخطاب دياله، وبدأ تدعمهم بفلوس البترول والغاز الليبي. القدافي اللي كان فاتح معسكرات ديال تدريب الشباب المغربي على السلاح باش يجيو المغرب ويديروا الثورة، وكان الفقيه البصري تعيش في ليبيا، وهو اللي سهل اللقاء ديال مصطفى الوالي بزعيم ليبيا معمر القدافي. القدافي اللي شاف مشروع البوليزاريو حسن من مشروع تدريب هادوك المغاربة على الثورة، ويسد المكاتب ديال هادوك المغاربة ولا تيدعم في بلاصتهم البوليزاريو. وفي 1974 الجزائر ما غاديش يعجبها الحال من التوافق المغربي الموريتاني على تقسيم الصحراء، واعتبروه طعنة من الخلف حيت الطرفين اتفقوا بلا خبارها. تما غادا تدخل الجزائر على خط البوليزاريو وغادا تبقى تدعمها تهي بكل ما عندها من سلاح وفلوس. بوخروبة كانت عنده عقدة النقص من الحسن الثاني، وكان كيتمنى ودار كاع اللي في جهده باش يحيدو من كرسي العرش، وهو اللي كان يقولها بالعلالي قدام ميكروفونات الإذاعة والتلفازة: خوتنا المغاربة عاونونا في الاستقلال ضد فرنسا، وحنا دابا خاصنا نعاونوهم يتحرروا من الملكية اللي باعوهم للغرب. وهكذا ساهم في تهريب القادة ديال البوليزاريو من الوطن ديالهم الأم، الأرض مسعارة لقاو فيها أسلحة متطورة ما عندش جيش نظامي غيتحربوا بها مع الوطن الأم. من بعد القادة ديال جبهة البوليزاريو غتبقى تجيهم الغيرة من مصطفى الوالي، حيت غير هو اللي كانوا تيطلبوه الرؤساء بالسمية، حتى أن القدافي قال ما بغيتش نشوف حتى شي قرد، بغيت نشوف غير مصطفى الوالي. وهذا الشيء اللي خلى القيادي محمد لامين محمد كان غيموت بالغيرة والفقصة، وخلاته يبرقق به القادة الجزائريين تيتهموا بالتقارب مع المغرب باش يقتل القضية ويحل الجبهة، وقال لهم راه تلاقى مع ولد عمه خليه لنا ولد رشيد. وبالفعل الوالي مصطفى السيد كان تيحس بتأنيب الضمير، واكتشف أنه اقترف خطأ كبير وتحولات الجبهة اللي أسسها دمية في يد القوى الإقليمية خرجت على السيطرة والأهداف ديالها. وغادي يقول في واحد الخطاب في 20 ماي 1976 في الرابوني: سمحوا لنا لقد ظلمنا شعبنا. وبدأت يذكر الشباب بالهدف الأول ديال تأسيس الجبهة واللي كان هو تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، أما مفهوم الصحراء الغربية راه داروه غير الجزائر اللي تدخلوا مباشرة في هذا الصراع. مؤسس البوليزاريو الوالي مصطفى السيد اللي عاش حياته في المغرب بين تارودانت ومراكش والرباط وكازا غادي يبغي يبدأ يفتح مفاوضات جدية مع الوطن الأم المغرب باش يكسر خيوط الانفصال اللي وضعها بين يديه الرئيس الجزائري بوخروبة ومعمر القدافي. قبل شهرين من الاغتيال ديالو كان هدر مع ماء العينين بأنه مستعد باش يبدأ حوار جاد مع المغرب، وبأنه مقتنع بأن حل القضية كاين في المغرب ومع المغرب. ثم غادت تدخل المخابرات الجزائرية العسكرية في شخص الرجل الثاني ديالها يزيد زرهوني، وغادي يهددو الوالي السيد بالتصفية الجسدية إلى حاول يفتح شي حوار مع المغاربة. ورغم هاد التهديدات مصطفى الوالي غادي يتلاقى مع ولد عمه خليه لنا ولد رشيد، ومحمد لامين محمد غادي يبرقق به كما قلنا للجزائريين. هاد الشيء اللي خلى بوخروبة يدير واحد الاجتماع عاجل مع بوتفليقة والقادة ديال المخابرات العسكرية باش يرتبوا وضع البوليزاريو ويعاودوا الهيكلة ديال القيادة ديالها ويبعدوا المشكوكين في الطاعة ديالهم، بالإضافة للحد من الارتباط ديالهم بالليبيين
هادشي كان بعد معركة أمقالة اللي كلاو فيها طريحة. هذاك الاجتماع من بعد ما قراو رجال المخابرات تقرير ديالهم على مصطفى الوالي والتقرب ديالو من المغاربة، بخروبة اللي كانت فيه الفقصة ديال الهزيمة ديال أمقالة غادي يوقف وغادي يقلب الطبلة وغادي يأمر بالتصفية ديالو الجسدية ويديروا بلاصتو عبد العزيز المراكشي باش يجمعوا ويطويوا مع القضية. هذاك الوقت كان المغرب كتربطو مع موريتانيا اتفاقية ديال الدفاع المشترك، وكان الجيش المغربي كيتواجد في مدينة أطار والزويرات وبئر أم قريم. ونظام بخروبة كان تعرف هذا الشيء مزيان، وكان تعرف بالتواجد المغربي في موريتانيا. داك الشيء علاش قرروا باش أنهم يصيفطوا الوالي مصطفى السيد يدير انقلاب في نواكشوط، وهما عارفينه بأنه غادي المعركة خاسرة. دبروا ليه هاد قصة ديال الانقلاب باش يتخلصوا منه، وصيفطوا غير بوحده، ما صيفطوا معاه حتى شي قيادي، لا محمد لامين محمد ولا إبراهيم غالي، وعطاوه سلاح ناقص. والمخابرات الجزائرية غادا دير ليه كمين في منطقة أكجوج حدا نواكشوط، غيتواطئوا مع بعض عناصر البوليزاريو وغادي يقتلوه باش يبقاو متحكمين في رقاب الصحراويين، وهكذا دمصوا القضية حتى أن الجثة ديالو كاع ما طالبوا بها. هادشي تاريخ ودروس للمستقبل للناس اللي ما كتقدرش العواقب ديال الثورة والأفكار الانفصالية، وما كتعرفش باللي كاين المتربصين كيتسناو غير كبحال هاد الفرصة باش يركبوا على الموجة مهما كنتي عايق. الفخ اللي طاح فيه مصطفى الوالي ما طاحش فيه الزعيم عبد الكريم الخطابي اللي فضل يبعد ويرفض كاع الدعم اللي كان كيتقاطر عليه من كاع العواصم الاشتراكية، ورفض يكون هو الأداة لتقسيم الشمال عن باقي المملكة. ومازال غادي نهضروا عليه ملي غادي يجي نوبجو في عظماء خلدهم التاريخ المغربي. الإمبراطورية الأمة دائما كتقلص وكتمدد على حسب الظروف، وحاليا المغرب راه غادي في مرحلة ديال التمدد شوية بشوية. طرفايا رجعها في 58، سيدي إفني 69، الصحراء المغربية في 75، والذهب في 79، القرقارات في 2020، ومازال الخير لقدام. دائما المغرب هو الأصل والباقي تقليد. تحياتي.